الرئيس السيسي يؤكد أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومالي وأمنه. وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية إسبانيا. وزير المالية يؤكد أن الدولة ملتزمة بدعم المستثمرين والمنتجين وتحمل الخزانة العامة للدولة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال وأمنه، مجدداً الرفض للاتفاق الموقع بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا مؤخراً بشأن الاستحواذ على ميناء في البحر الأحمر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود بقصر الاتحادية. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تدعم الصومال وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته، مشدداً على أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد. وشدد الرئيس السيسي أيضاً على دعم مصر للصومال في محاربتها للإرهاب والعمل على تطوير العلاقات. كما قال الرئيس السيسي إن مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل. استقبل وزير الخارجية سامح شكري بمقر إقامته فور وصوله إلى العاصمة البلجيكية بروكسل وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها شكري إلى مقر الاتحاد الأوروبي لرئاسة وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وشدد شكري على مسؤولية الاتحاد الأوروبي والدول الفاعلة دولياً بالتدخل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن الموقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لن يتحقق إلا من خلال الضغط الدولي على إسرائيل. أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والدجاني، وتنفيذاً أيضاً لقرار مجلس الوزراء، فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعاً اقتصادياً حتى نهاية عام 2026 التي تبلغ 1.4 مليار جنيه سنوياً. وأضاف الوزير أننا ملتزمون بدعم المستثمرين والمنتجين وتحمل الخزانة العامة للدولة الضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيوانية، ومن ثم تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتوطين بعض الصناعات ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية، وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة الناتجة عن الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية.